أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم، برنامج ما شاء الله غني بالوصفات والفوائد العظيمة اللي بتفيد أجيالنا وكانوا يستفيدوا منها عجايزنا زمان. الفوائد العظيمة اللي أنا دائما بذكرها وبستفيد منها الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيها الخير والعافية لإلكم، تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها في هذا البرنامج مع خبير الأعشاب حسن خليفة. ويا مساء الخير على اللي يتابعونا على المباشر، ويا مساء الخير على اللي بيتابعونا على قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب لخبير الأعشاب حسن خليفة، ويا مساء الخير للي بيتابعونا على الفيسبوك حتى على اللايف. يسعد مساكم يا رب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الضرر عنكم والمرض والعلل، ويصلح نفسيتنا ويبعد عنا الأمراض والعدوى. كثيرين بيسعوا للتنحيف وبيحكي لك أنا وزني 90 و100 كيلو. والله إنه السمنة مرض، والله بتعيق الحركة وبتؤدي للكثير من الأمراض. السمنة بشكل عام مو حلوة، وحتى في اللبس وحتى في النوم وحتى في الحركة وحتى في المشي، وبتسبب آلام ومشاكل بالمفاصل ومشاكل كثيرة في أبداننا، بتعرضنا للأمراض المعروفة وغير معروفة. فالكثيرين أو الكثيرين بيوصفوا الكثير من الوصفات اللي أنا بكون من 10-15 سنة واصفها، لكن بحب أذكر بالخصائص والفوائد للنعم اللي بين إيدينا. لكن اليوم بدور الشيا فوائد عظيمة، يا سلام يا سلام، بدور الشيا موجودة عند كل العطارين. وبدور الشيا فيها من المكونات الطبيعية المفيدة لأبداننا وأجسامنا، وكثيرين بينصحوا فيها. كثيرين الآن سنوات القريبة كثروا الناس اللي ينصحوا فيها، لأنه بتحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الهامة لصحة جسمنا، مثل الألياف الغذائية والبروتينات والكالسيوم والفسفور، سبحان الله يا أخوان، والبوتاسيوم والصوديوم والزنك. تصوروا كل هذا في هذه البذور، وأحماض دهنية. شوفوا لما بدكم تشتروا هذه الفيتامينات والمعادن، والله إنه صعب صعب. بتستفيدوا من هذه الفيتامينات بتشتروها، لكن شوفوا انتوا هذه البذور شو بتعطينا، شو بتقينا من الامراض وشو بتخلصنا من الامراض. لها فوائد مدهشة، وبحطوها على السلطات وبحطوها مع العصير، وحتى النساء لما تعجن بترشها على وجه الخبز. لها طرق لاستخدامها، بدخلوها بالسلطات وبالاطباق. وذكرت انه لها فوائد مدهشة مدهشة بذور الشيا. اذا اهم فوائدها صحية لابداننا، انها مفيدة لمشاكل القلب، مفيدة جدا للقلب، وبتعدل مستويات السكر في الدم، سبحان الله، في نفس الوقت. شوفوا هالخصائص العظيمة. احنا دخلنا ونحكي انه للتنحيف، نعم هي للتنحيف، لكن خلينا نحكي ايش فوائدها لأبداننا، ايش بنستفيد منها، وكيف الناس بتستفيد من هذه البذور، بذور الشيا. ايضا كانوا يستخدموها للعناية بالجلد وبالبشرة، فوائد عظيمة فيها من الأوميجا 3. ما ننسى الفوائد العظيمة حتى للشعر وحتى للذاكرة وحتى لجلدنا، فبالتالي استخدموها لمحتواها الكبير من العناصر المفيدة لجلدنا ومشاكلنا. إذن فوائد بذور الشيا
بتعزز من صحة الجهاز الهضمي. فيها مستوى عالي من الألياف اللي بتساعد على تنظيم حركة الأمعاء اللي عنده سوء هضم. وهذه البذور فيها مادة تشبه الهلام، مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وأيضا بتشعرنا إنه إحنا شبعانين، بتحسسك بالشبع إذا تناولناها قبل الأكل، يعني قاطع للشهية. أيضا كانوا يستخدموها ولا زالوا بوصفوها إنه بتنظم بذور الشيا مرض السكر ومشاكل السكري، خصوصا من النوع الثاني، فبيستفيدوا منها حتى لصحتهم وصحة أبدانهم. بذور الشيا موجودة عند العطارين، وكانوا يستخدموها لمشاكل هشاشة العظام ومشاكل العظام. شوفوا محتواها الغني بالعناصر المفيدة لأبداننا، ترقق العظام وضعف المفاصل ومرونة الجسم عامة. بنستفيد من هذه البذور، والله يا أخوان فيها خير وفيها عافية، موجودة عند العطارين على سلطتنا على العصير. بنستفيد من محتواها لأبداننا، والله إحنا أكلنا كله مش صحي، خضارنا الله يعلم، فما بالكم بالبذور الطبيعية، مصدر من الفيتامينات، فيها فيتامين بي اللي بحاجته أبداننا لصحة القلب وأيضا الأوعية الدموية. وأيضا بذور الشيا بتحافظ على صحة الأسنان تناولها، وأيضا مفيدة جدا حتى لأداء الرياضيين، فوائد عظيمة لأجسامنا. شوفوا هالنعم، شوفوا هذه البذور رخيصة الثمن موجودة عند العطارين، وأيضا بتعمل على التحكم بالوزن اللي عندهم السمنة العالية، ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم أو حتى مع العصير منحف. خصائص وفوائد جدا عظيمة. أيضا فيها شيء حلو إنه بتمنع الإصابة بالإمساك اللي عندهم مشاكل بالمستقيم ومشاكل حتى الإمساك ومشاكل البواسير، عنده بصور وعنده إمساك هذه مصيبة، بده يحل المشكلة اللي هي الإمساك. فبذور الشيا بتعمل على التخلص من الإمساك لأنه فيها من الألياف الغذائية، وبتتحول لهلام مع المية لما ننقحها. شفتوا هالنعم، كانوا يستخدموها للكثير من المشاكل، والله بتحتوي على الكثير، كميات كبيرة من البروتينات هذه البذور النافعة المفيدة. أيضا ما ننسى أنه بتحسن المزاج، أنت مكتئبة من السمنة، مكتئبة من الحياة أو من البيت ولا من الشغل، نعم بذور الكيا آسف بذور الشيا بتنحفك وبتحسن مزاجك بعون الله سبحانه وتعالى، وبتمنع الشعور بالإرهاق والتعب، وبتنظم ارتفاع ضغط الدم، وأيضا مفيدة لمشاكل التهابات المفاصل، يا سبحانك يا رب. وأيضا بتحافظ على صحة العيون، يا سلام، كل هذا في بذور الشيا. نعم نتناول الشيء الطبيعي، ملعقة صغيرة على كوب من الماء يصب عليها الماء الساخن، نشربها قبل الأكل، بتحسسنا بالشبع، غنية بالألياف، مفيدة للجهاز الهضمي، مفيدة لعيوننا، حتى ماءها قناع للوجه، شيء خرافي، مشاكل الجلد، تقدم بالعمر، الشيخوخة، شيخوخة البشرة، يا سلام، كل هذا في بذور الشيا. نعم والله هذا القليل، لسه ما خلصت عن بذور الشيا، لكن الوقت، لكن فوائد نعم جدا نافعة لأبداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا، أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنكم كل مكروه، أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا، نعم من النعيم. كانوا أجدادنا يتعالجوا يا أخوان، لا كان مستشفى ولا دكتور ولا صيدلاني ولا مختبر، ولا كان عمليات صدر مفتوح ولا شيل ثدي ولا سرطان ثدي
وكانت الناس ما شاء الله تعيش وتعمر بأعمارها، سبحان اللي غير الأحوال. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة.